يقول فضيلة الشيخ: أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء. وضع إيش؟ البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الزواجات، هل هي من الأمور الجائزة شرعا، علما بأنها أصبحت من عادة النساء، من عادة الناس في زواجاتهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها؟ أفتنا جزاك الله خيرا. نعم، أقول لا تستعملوا هذا، لا تستعملوا النساء البخور، اللهم إلا أن يبخر المحل دون أن تأخذ المرأة وتبخر ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، يعني الصلاة كلها. لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلا في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فلا بأس به. نعم.